خير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر شاشة مريم تي في، برنامج على الموعد يلي برافقكم طيلة أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة من 8 للعشرة. مواضيع كتيرة ومتنوعة رح نحكي فيها اليوم الأربعاء 6 نيسان 2022، شهر جديد ويوم جديد. الحياة شو ما عملنا رح تستمر، سواء عشناها بقلق بهم بقهر بحزن، أو عشناها بأمل أو بفرح وبحب، بكل الأحوال رح تستمر. فمن الأفضل يمكن أنه نختار أنه تكون الجهة المشرقة من الحياة، ونتكل على ربنا ونشكره على كل شيء، نشكره على كل النعم، حتى نشكره على الصعوبات والتحديات يلي عم نقطع فيها كل يوم، لأنه هيدي التجارب هي اللي رح بتقوينا وهي اللي رح بتقربنا منه أكتر وأكتر. نحن بلبنان عايشين بنعمة كتير كبيرة، نعمة ربنا اللي راضي علينا وشفاعة القديسين يلي عم بيزيدوا يوم بعد يوم. التطويب لقديسين جديد كمان كل سنة تقريبا عنا بلبنان، قديسين جديد بيتطوبوا وبيمشوا على دروب القداسة. فما نخاف، خلينا متكلين على ربنا، بكفي انه عم يعطينا نعمة البقاء، نعمة الحياة، وكل يوم الصبح بس نوعى ونلاقي حالنا بصحة جيدة واهلنا وعيالنا حدنا. نشكر ربنا ونقول له كتر خيرك على كل نعمك. خلينا نروح لقديس اليوم. قديس اليوم هو مارسيلينو الصغير، هالطفل اليتيم يلي وجدوه الرهبان على رصيف شارع ببلدة بإيطاليا مرمي وعمره أيام فقط. حاولوا انه يتركوه عند اهل الضيعه حتى يربيه حدا، ولكن كلهم رفضوا لانه بفترتها كان الجوع والفقر مسيطر على هالبلده. فاخذوه الرهبان على الدير وربوه هنيك. ربوه وعلموه انه والده هو يسوع وامه هي مريم العذراء. وبيوم كان احد الاباء عم بيقدس، وكان يومتها عيد القديس مارتشيل. فاطلقوا على هالطفل اليتيم اسم مارتشيل، وزادوا له نينو يلي باللغة الإيطالية بتعني الصغير، لأنه كان هو صغير فصار اسمه مارتشيلينو. مارتشيلينو عاش بالدير مع الرهبان على الصلاة والتأمل وحب المسيح وحب العطاء وكل السعادة يلي كان يحسها بهالمكان. بيوم من الأيام حاكم البلدة يلي كان مغرور ومتكبر مرق على الدير وثاقبت انه كانت مرته متوفيه وهو ما عنده اولاد، فشاف مارتشيلينو واعجب فيه، حبه لهالطفل لانه وشه بتشع منه البراءه والطهاره، فقرر انه بده ياخده ويربيه ويعطيه الوريث الشرعي لإله. طلب من الرهبان انه ياخده ولكنهم رفضوا لانه بيعرفوا انه هذا الحاكم شرير ومارتشيلينو ما رح يقدر يعيش معه، ولكنه اصر وهدد انه رح يحرق الدير ويفنيهم. فاضطروا انه يعطوا مارتشيلينو، وبالفعل راح معه وسكن بهالدير بهالقصر الكبير، ولكنه كان يشعر انه هيدا مش محله، كان كتير بعيد عن حياته العادية المليئة بالفرح وبالصلاة. وهنيك عايش عند الحاكم بغرور وبتكبر وبالشر يلي كان محيط فيهم، فهرب ورجع على الدير. الحاكم قرر انه يقاصص الرهبان لانه وافق، ورجع اصر انه ياخده، ولكن كان دايما الرد هو الرفض. فخبوا مارتشيلينو بغرفة على السطح. بهالغرفة كان فيها المصلوب فقط، كان مارتشيلينو يطلع يقعد عنده كل يوم. مارتشيلينو بطيبته وببراءة الاطفال كان يسأله ليسوع المسيح ويقعد يحكي معه. سأله مرة: ما بيوجعوك ايديك لانه فيهم هالمسمار؟ قال لهم بلا. فشلوا المسامير من ايديه ونزلوا ايديه عن الصليب. مره هبت عاصفه، سالوا: انت بردين؟ قال له ايه. راح جاب له غطا وغطى. مره سالوا: انت جوعان؟ قال له ايه. راح جاب اكل وصار يقعد كل يوم معه وقت الطعام يتغدى وياكل هو والمسيح. لاحظ الرهبان انه هالاكل عم يختفي، فقرروا انه يراقبوا مارتشيلينو. لحقوه على الغرفه اللي على السطح وشافوه بالفعل قاعد مع السيد المسيح عم ياكل هويه. وهون بداوا يشعروا فعلا بهالنعمه يلي ربنا عطيها لهالطفل الصغير يلي ربي عندهم بالدير.
الحاكم ضل مصر أنه ياخده، وبيوم هجم على الدير مع كل جنوده. خاف الرهبان على مارتشالينو وطلعوا وخبوه بالغرفة فوق وقفلوا عليه. هونيك طلب مارتشالينو من يسوع الطلب الأخير، قال له أنا بدي أشوف أمي وبيي. وبالفعل استجاب المسيح، وضع مارتشالينو راسه على إيد يسوع وانتقلوا اتنيناتهم إلى السماء. لما طلعوا الرهبان من بعد ما فل الحاكم حتى يشوفوا مارتشالينو، ما لقيوا حدا بالغرفة، لا هو ولا المصلوب. شفاعته وصلاته تكون معنا يا رب، وترفقنا كل أيام حياتنا، وترافق كل يلي حاملين هيدا الاسم وتعيشوا بنعمه الكتير. إلى حالة التأس. فصل الربيع السنة بيختلف حسب الدول يلي هو فيها. أوروبا يلي عشت فصل شتاء ربيعي مثل ما بيقولوا، كانت بمعزل عن كل هالعواصف القطبية وهالبرد وهالبرد وهالثلوج يلي هلأ عم تمرق وعم تعصف بهيدي المنطقة. عم نشوف بالفيديو العواصف يلي عم تضرب كتير دول من أوروبا. هيدا الفيديو من إيطاليا يلي تعرضت لعاصفة ثلجية كتير قوية، إلى فرنسا، إلى النمسا، إلى كل المناطق يلي هالبرد وكثافة هالثلوج أدت للأسف إلى أضرار كثيرة بالمزروعات، تقدر ب 80% من المحاصيل الزراعية. وبخافوا كل الخبراء الزراعيين انه اذا استمرت هيدي العاصفه رح تتلف لهم كثير مزروعات. مش بس باوروبا، ايضا بالمغرب يلي الفيضانات تلت الطرقات، ومستنظر انه هالعاصفه القطبيه يلي هي باوروبا هلا تنزل على الجزائر، على المغرب، حتى على ليبيا، وترجع لعنا على الحوض البحر المتوسط وتدخل على السواحل اللبنانية. إذا نحن بدنا نحضر حالنا أنه نخلص من هالرياح الشرقية اللي اليوم عم نعيشها ونرجع نتحضر يمكن لأسبوع ممطر، ولكن مش عن قريب. إلى أمريكا أيضا، إلى فلوريدا يلي الأحجار البردية أيضا أدت إلى أضرار كتيرة، وإلى مواسم الأعاصير يلي كل سنة بتضرب أمريكا مثل هالأيام هالأعاصير المدمرة يلي عم تضرب مناطق كتيرة، وخصوصا ولاية لويزيانا. وقد طلب حذرت السلطات المواطنين وطلبت منهم انه ما يظهروا من منزلهم. بلبنان هيدا الشهر رح بنعيش الفصول الأربعة بأسبوع واحد. اليوم نحن عنا رياح شرقية مغبرة دافئة، بكرة الخميس رح ينخفضوا درجات الحرارة، الجمعة عنا أمطار متفرقة، ولكن منطمن الكل أنه بالويك أند رح بيكون الطقس رائع، وخصوصا أنه هيدا الأحد هو أحد الشعنين عند الطوائف الغربية. أنا بدي أتمنى لكم من اليوم شعنين مباركة للجميع. وبنرجع للأسبوع المقبل يلي رح بيكون فيه أجواء باردة، ومش غلط أبدا أنه نرجع نشوف شوية أجواء باردة بكير على أيام الصيف. نحن بعدنا بفصل الربيع. لكل يلي عم بيفكروا يروحوا بهيدا الويك أند يعملوا بيكنيك على ضفاف الأنهار أو يطلعوا على التلج، الكل عم بيحذر أنه هالموجة الدافئة يلي إجت أذابت التلج بسرعة، فارتفع منسوب الأنهار. رجاء ما تقربوا كتير من النهر، ما تجربوا أنه تسبحوا فيه، أو حتى تقربوا كتير عليه ممكن أنه يجرفكم ويؤدي لا سمح الله إلى كارثة. وحتى الثلوج بدكم تنتبهوا بأي مناطق عم بتكونوا فيها، لأن عم بصير فيها حتى انهيارات ثلجية. طقسنا لليوم بلبنان مثل ما عم نشوف مشاهدينا اليوم شوب كتير، الحرارة مرتفعة. اليوم الطقس على الساحل حرارة 31 بالنهار و19 ليلا، أما بالبقاع فهي 30 نهارا و13 ليلا، بالجبال على ارتفاع 1200 متر 25 نهارا و12 ليلا، أما على ارتفاع 2000 متر 22 نهارا 5 ليلا. نهار رائع بالجبال، طبعا على الساحل هو شوب. الرياح غربية سرعتها بين 70 و80 كيلومتر، ورطوبة 50%.
إلى متفرقات. سبع دقائق. بمتفرقات لليوم رح نحكي عن محمية عانة للغزلان، هالمحمية الموجودة بالشوف ويلي فيها غزلان كانوا رح ينقرضوا بلبنان، ولكن بفضل مبادرة السيد فؤاد نصيف يلي رجع عمل على جمع الغزلان اللبنانية ووضعهم بمحمية. الغزال اللبناني النادر وجوده والضروري جدا حتى يصير في توازن بالبيئة وبالإيكولوجيا. بدأت القصة مع ثلاث غزلان، ومع الوقت رجعوا يلاحقوا الغزلان يلي كانوا يجوا من سوريا ومن الأراضي الفلسطينية ويدخلوا إلى لبنان، وجمعوهم بهيدي المحمية وصاروا يتزايدوا، وجابوا أيضا الغزال الأسود من أوروبا وأصناف أخرى مرقطة مثل ما عم نشوف بالصورة. هلا الاعداد المتزايده من الغزلان يبدو انه صارت تشكل خطر على الاشجار المثمره، لانه مثل ما بنعرف الغزال هو نباتي، فتم جمعهم كلهم بهيدي المحميه. الغزال ما بيعيش الا 12 سنه، وطريقة وفاته كتير غريبة، إذ أنه بيفقد أسنانه وبيبطل قادر أنه يأكل، من هيك بيروح بينعزل لوحده بمنطقة بعيدة وبيموت على مهله. هيدي إذا ما تصيدوا، لأنه فقط مسموح أنه يتصيدوا الغزال، الغزال المسن والغزال الذكر. الهدف هلا انه يوصلوا، انه يصير عندنا 400 انثى من الغزلان بهالمحميه، وهال 400 انثى هن رح يولدوا بدورهم 400 غزال، وساعتها فيهم يطلقون بكل المحميات وبيطلقون بالطبيعه. يذكر انه الصياد بيستفيد كثير من الغزال، من لحمه ومن عمليه التصبير يلي بتصير له، وبيبلغ سعره حوالي 10,000 دولار امريكي. رجاء ما تتصيدون، لانه هن ضرورية جدا للتوازن بالطبيعة. فتاة لبنانية اخذت المونة اللبنانية الى العالمية من خلال مشاركتها باكسبو دبي 2022 بجار سوريا. خلينا نشوف بالفيديو هالصبية اللبنانية كيف عرفت العالم على المونة اللبنانية. سلام، كيفكم جميعا؟ معكم مازن، والان من اكسبو 2020 في بافيليون لبنان. معانا هنا مارتين، شابه لبنانيه وصديقه كانت معاي في رحله تونس، وبالصدفه احنا نتجمع في اكسبو 2020 في دبي، وقررنا نعمل عنها قصه والشغل اللي هي شغلته في لبنان. بدت بمبادره رائعه جدا اسمها جار ثريا، وهي تعبئه المواد الغذائيه اللبنانيه او بسموها المونة. بعد كده نحن هنتكلم معاها ونتعرف عليها بشكل أكبر. Hi, my name is Martine Zaharour. I'm Lebanese. I'm an architect and the founder of Jar Thuraya. Jar Thuraya is an inclusive community of women from across Lebanon who specialize in handcrafted gourmet delicacies made of local raw materials and inspired by the traditional mouna. We operate around different villages in Lebanon. Each jar is labeled with the name of the woman who prepared it, where she comes from, and information about the village. هدفنا إنه نكون عم نقدر نساهم بالتنمية المستدامة على عدة نواحي، ونقدر نعمل براند تقدر تكون سستينبل على المدى الطويل. مشان هيك كل المربين تبعنا هن إزاز، وكل الباكجينج تبعنا معمول من ريسايكلد بيبر. احنا فخورين إنه ما عندنا ويست وما عندنا بلاستيك ولا شيء من البرودكت تبعنا. شكرا. اكسبو 2020، ونحن
شكرا لمارتين ولكل لبناني عم ينقل الصورة الحلوة من لبنان وكل المنتوجات إلى العالمية. نحن عن جد فخورين فيكم شبابنا وصبيانا، وبيكبر قلبنا فيكم كل ما تكونوا عم بتفرجوا الوجه الجميل والرائع والمنتج للبنان. إلى تيبس مع لميس حداد. مرحبا، عم بتصير معكم أن أولادكم ما عم بيتعاونوا من أول مرة؟ معكم لميس حداد فاميلي كوتش. اليوم رح نحكي عن طريقة كيف نخلي الولد يسمع بطريقة اسمها 1 2 3. يعني إلي يلا مامي صار وقت العشاء، تعال المطبخ لنتعشى. إلي عم بيحضر تلفزيون مش عم بيسمع، عامل حاله دينة الطرشة. تاني مرة إلي يلا مامي وقت العشاء. ثالث مرة كمان إلي ما عم يسمع الكلمة، عامل حاله مش سامع. في طريقة هي 1 2 3، في نقله إلي 1 2 3. إذا على 3 إلي ما راح على المطبخ، بحمل إلي كله سوا وباخده. هون إلي عم بيعرف إنه في كونسيكونس، والكونسيكونس مهمة كتير. يعني تاني مرة ترجع بتصير حيلا شيء، مثلا لازم إلي يروح يتحمم، إذا ما كمان داير مش عامل حاله مش عم يسمع، برجع بقول له إلي 1 2 3. بمجرد إنه أقول 1 2 بصير الولد على 2 بصير يركض، لأنه عارف إنه على 3 في كونسيكونس. أنا أكيد بشجعكم تتبعوا هيدي التكنيك وتجربوها، وفيكم تجربوها من عمر 2 ونص. أول مرة الولد ما رح يسمع الكلمة 1 2 3، ما رح يمشي فيها. تاني مرة أكيد رح يمشي فيها. إذا عندكم حيالة سؤال تابعونا على صفحة الفيسبوك لميس حداد فاميلي كوتش. لنسمن النفس بالفضائل، مبهجين الجسد بالصيام، ونغذي المساكين، مقتنين لنا كنزا في السماوات لا يفرغ، ولنصرخ سبح الرب يا أعماله وارفعيه إلى جميع الدهور. مشاهدينا مقدمتنا انتهت، رح ناخد بريك ونبدا مع ضيوفنا.